بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 94 وحفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وهذه الآية إذا قرأها المسلم عند النوم فإن الشيطان لا يقربه حتى يصبح، وذلك بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحفظ تمرا من تمر الصدقة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرصده أن يحفظه، فبينما هو في الليل إذ أحس بمن يحثو من التمر، فقام وقبض عليه فقال: لأذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: دعني، فإني صاحب، أنا فقير وصاحب عيلة ولن أعود. فتركه. فلما أصبح أبو هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، شكى إلي حاجة وفقرا وتعهد ألا يعود فتركته. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه كذبك وسيعود. لما كان في الليلة الثانية عاد وفعل مثل ما فعل في الليلة الأولى. لما أمسكه أبو هريرة قال مثل ما قال في الأول، إنه فقير وأنه صاحب عائلة وأنه لن يعود، فأطلقه أبو هريرة. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، شكى إلي عيلة وفقرا وتعهد أنه لن يعود. قال: أما إنه كذبك وسيعود. لما كان في الليلة الثالثة جاء على عادته وحثى من التمر فأمسكه أبو هريرة فقال له مثل ما قال في الليلتين الماضيتين، لكن أبا هريرة أبى أن يطلقه. فقال: دعني وأعلمك كلمات يحفظك الله بها. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما قال له هذه المقالة أطلقه أبو هريرة. فلما أصبح غدا على الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: إنه قال كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. صدقك يعني في قوله إن من قرأ آية الكرسي عند النوم لن يقربه، لن يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فدل هذا الحديث على أن هذه الآية آية الكرسي ينبغي للمسلم عند النوم أن يقرأها ليحفظه الله بها من الشيطان، فلا يشوش عليه نومه ولا يروعه في نومه بالأحلام المزعجة. هي آية عظيمة، هي أعظم آية في كتاب الله، وأعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة،
أعظم سورة سورة الفاتحة، وأعظم آية آية الكرسي، وذلك لما تتضمنه هذه الآية العظيمة من التوحيد، من أسماء الله وصفاته، وتنزيه الله عن النقائص والعيوب. فقد جمع الله فيها بين النفي والإثبات، نفي النقائص والعيوب عن الله، وإثبات الصفات الكاملة لله جل وعلا، مثل سورة الإخلاص. سورة الإخلاص أيضا هي خالصة في التوحيد، فيها نفي وفيها إثبات. نفي النقائص عن الله جل وعلا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإثبات الكمال، هو الله أحد، الله الصمد، فيها إثبات وفيها نفي. ولذلك صارت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها خالصة في التوحيد. الله لا إله إلا هو، الله هذا اسم للذات العلية الجليلة لا يسمى به غيرها، فلا أحد يتسمى الله. حتى فرعون لما ادعى الربوبية لم يقل أنا الله، بل قال أنا ربكم، أنا ربكم الأعلى، ولم يقل أنا الله، فلم يدعي أحد أنه هو الله، لأن هذا الاسم خاص بالذات العلية المقدسة. الله جل وعلا قال لموسى عليه الصلاة والسلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لا إله إلا هو، الإله معناه المعبود، معناه المعبود من الألوهية وهي العبادة والمحبة. ومعنى لا إله إلا هو أي لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. أما من عبد غير الله فإنه معبود بالباطل. هناك آلهة كثيرة، هناك آلهة كثيرة تعبد، ولكن المعبود الحق هو الله جل وعلا، وما سواه فعبادته باطلة. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. هذا معنى لا إله إلا هو، أو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق. أما أن يقال معنى لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو لا معبود إلا الله، هذا كلام باطل، لأن هناك معبودات وآلهة كثيرة، فلو فسرت بهذا التفسير صارت كل المعبودات هي الله جل وعلا، صارت كل المعبودات هي الله، وهذا بالتالي يؤول إلى وحدة الوجود الكافرة، فلا بد من هذا القيد فيها. لا إله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ثم قال الحي القيوم، الحي كامل الحياة، الحي كامل الحياة، الذي لا يعتريه موت، لا يعتريه موت، توكل على الحي الذي لا يموت، يسبح بحمده. هناك أحيا لكنهم يموتون، كل حي فإنه يموت إلا الله جل وعلا، فإنه هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، حياته دائمة لا يعتريها نقص. أما الأحياء من المخلوقين إن حياتهم ناقصة ويعتريها نقص، ويعتريها موت، ويعتريها آفات. أما حياة الله جل وعلا فإنها حياة كاملة لا يعتريها نقص ولا فناء ولا زوال. القيوم معناه القائم بنفسه والمقيم لغيره. الله جل وعلا غني بنفسه لا يحتاج إلى شيء، وغيره محتاج إليه، هذا معنى القيوم. القيوم صيغة مبالغة من القيام، فهو سبحانه هو القائم بنفسه بمعنى الغني بنفسه عن خلقه، والمقيم لغيره من الخلق، فهو الذي يحيي ويميت ويرزق
دبر الأمر بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هذا هو القيوم. وفي قراءة القيام والمعنى واحد، القيوم والقيام صيغة مبالغة. قالوا الحي ترجع إليه كل صفات الذات، كل صفات الذات ترجع إلى الحي من العلم والقدرة والسمع والبصر، وكلها ترجع إلى الحي. والقيوم ترجع إليه كل صفات الأفعال، كل صفات الأفعال من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، أفعال الله جل وعلا كلها ترجع إلى القيوم. وصفات الله الذاتية كلها ترجع إلى الحي. فهذان الاسمان يتضمنان جميع أسماء الله وصفاته. ولهذا جاء في أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، الحي القيوم، لأن هذين الاسمين يتضمنان جميع أسماء الله وصفاته. ثم قال جل وعلا لا تأخذه سنة، والسنة هي النوم الخفيف، النعاس، السنة هي النعاس الذي يصيب الإنسان وهو جالس أو وهو يمشي، أو هذا السنة النعاس. ولا نوم وهو النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس، والنوم موت، نوع من الموت، وهو الوفاة الصغرى، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالنوم وفاة صغرى، يتوفى الإنسان في النوم ثم يبعث في اليقظة، اليقظة بعث والنوم وفاة، لكنها وفاة صغرى. هذا منفي عن الله، الله منزه عن النوم ومنزه عن النعاس، لأن النوم والنعاس صفتا نقص، والله كامل الحياة، حي الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص، ومن النقص السنة والنوم، لذلك نزه نفسه عنه سبحانه وتعالى. أفي الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأنه جل وعلا هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، ويدبر الأمور في كل لحظة، كل يوم هو في شان، دبر الأمور، فلا يليق به أن ينام سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. قلنا لكم هذه الآية عظيمة لأنها تشتمل على عشر جمل، عشر جمل، كل جملة فيها كمال لله أو نفي للنقص عن الله جل وعلا، عشر جمل. له ما في السماوات وما في الأرض، كلهم ملكه وعبيده، جميع من في السماوات والأرض من المخلوقات، من الملائكة والآدميين والجن والحيوانات وجميع ما في الكون، والجبال والأرض والأشجار والأحجار وجميع ما في الكون، هو ملك لله جل وعلا، هو المالك لكل شيء، له ملك السماوات والأرض. لا أحد يشارك الله في هذه الملكية، الله هو الذي يملك، هو الذي يملك عباده بعض الأشياء ملكا مؤقتا، ملكا مؤقتا. أنت الآن تملك بيت، تملك سيارة، وتملك دراهم، لكن هذه ملكية من الله، الله الذي أعطاك إياها، ثم أيضا هي تزول، ما تدوم لك وأنت لا تدوم لها. أما ملك الله جل وعلا فإنه باقي ومستمر لا يزول، له ما في السماوات، ما جميع، هذه تشمل، هذه عامة، اسم موصول يعم كل ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وهي العوالم العليا، السماوات السبع، فيها من الخلق ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، سكان عمار، وما في الأرض من جميع الكائنات التي في الأرض، سواء كانت حية متحركة أو جامدة، كلها لله جل وعلا، هو الذي يملكها وهو الذي يسخرها وهي بيده سبحانه وتعالى.
له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة هي التوسط، هي التوسط للمحتاج عند من عنده حاجته، توسط للمحتاجين لقضاء حوائجهم عند من يملكها، هذه هي الشفاعة. سميت شفاعة لأن صاحب الحق كان، أو صاحب الطلب، لأن صاحب الطلب كان منفردا، فلما جاء معه الواسطة صار شفعا بدل أن كان فردا في طلبه، انضم إليه الشافع وانضم إليه الواسطة فصاروا اثنين، صاحب الطلب والواسطة، صار شفعا بعد أن كان فردا. هذه هي الشفاعة في اللغة. والشفاعة تكون عند الله وتكون عند المخلوقين، فالمخلوق الذي بيده أو عنده حوائج الناس كالملوك والأمراء والأغنياء يتوسط عندهم الشفعاء في قضاء حوائج الناس. قد قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. والله جل وعلا يقول: من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. هذه عند المخلوق، يستحب لمن عنده جاه وعنده حظوة عند الأغنياء أو عند الملوك أو الأمراء، يستحب له أنه يشفع للناس، يقضي حوائجهم، هذا فعل خير، هذا من فعل الخير. ولا يشفع في المعاصي أو إسقاط الحدود، حرام، ما يجوز لأحد أن يشفع في إسقاط الحدود. ولما أراد أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم في إسقاط الحد، حد السرقة عن امرأة، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذه شفاعة سيئة والعياذ بالله. وفي الحديث: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، لا يجوز الشفاعة في الحدود. وفي الحديث الآخر: لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا أي دافع عنه، دافع عن المحدث المجرم الذي عليه حد من حدود الله، أو الذي يتعدى على الناس بسفك الدماء، الذي يشفع له هذا ملعون. لعن الله من آوى محدثا، هذه شفاعة سيئة والعياذ بالله، ولا تجوز. أما الشفاعة الحسنة فهي الشفاعة في قضاء حوائج الناس التي يحتاجونها، إقراض معسر، صدقة على محتاج، أو غير ذلك من الأمور التي فيها نفع للناس وليس فيها تعد. هذه الشفاعة عند الخلق. أما الشفاعة عند الله جل وعلا فهي الدعاء، دعاؤه سبحانه وتعالى في أن يعطي المحتاج حاجته، وذلك بأن تذهب إلى رجل صالح وتطلب منه أن يدعو الله لك، تقول: يا فلان ادعو الله أن يرزقني مالا، أن يرزقني ولدا، فتدعو له. هذه شفاعة، هذه شفاعة عند الله، والله أذن بها سبحانه وتعالى. الله أمر بالدعاء، أمر بالدعاء. تذهب إلى إنسان صالح حاضر، حي حاضر، تطلب منه الدعاء، ما في مانع. أما أنك تطلب من الميت أو من الغائب أو من الجن أو من الإنس أو من الملائكة، هذا لا يجوز، لا يجوز طلب الدعاء من الغائب ولا من الميت، وإنما تطلب الدعاء من مسلم حاضر عندك، تقول: ادعو الله لي بكذا وكذا. الله جل وعلا يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قلنا إن المخلوقين يشفع عندهم، لكن ما يشترط أن يأذنوا، ما يشترط أن يأذنوا، فللشافع أنه يتقدم ويشفع لو ما أذنوا له، وقد لا يرغبون أيضا أنه يشفع، يشفع عندهم بدون رضاهم، ويضطرون إلى قبول الشفاعة لأنهم يحتاجون إلى الوزراء ويحتاجون إلى الأعوان، فيضطرون إلى قبول الشفاعة ولو كانوا لا يريدونها. فالمخلوق يشفع عنده ولو لم يأذن، أما الله جل وعلا فلا يشفع أحد عنده
إلا بإذنه سبحانه وتعالى لعظمته جل وعلا. ولهذا الخلق يوم القيامة إذا طال عليهم الموقف في المحشر يذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة في أن الله يريحهم من الموقف ويحاسبهم ويريحهم من الموقف، فيعتذرون كلهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وتنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيخر ساجدا بين يدي ربه ويدعو الله، يستمر يدعو ويتضرع إلى الله حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. الرسول ما تقدم بالشفاعة على طول، وإنما سجد بين يدي الله يستأذنه، ولم يشفع حتى أذن له واشفع تشفع. الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى، خلاف المخلوق يشفع عنده ولو لم يأذن وحتى ولو لم يرضى. هذا فرق الشفاعة عند الخالق والشفاعة عند المخلوق. ولهذا قال من ذا الذي، أي لا أحد، من ذا الذي معناها لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يستأذن الرب سبحانه وتعالى كما يستأذن محمد أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم في أن يشفع لأهل الموقف. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، وهذا شرط من شروط صحة الشفاعة عند الله، الإذن من الله. والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه ممن يرضى الله قوله وعمله، وهو المؤمن. فالكافر لا يقبل الله فيه شفاعة. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الكافر ليس فيه شفاعة أبدا، ولا يقبل الله فيه الشفاعة، إنما الشفاعة للمؤمن العاصي، المؤمن العاصي الذي يستحق دخول النار، فيستأذن الشافع ربه ويدعو له أن يخلصه الله من النار وأن لا يعذبه، يقبل الله الشفاعة فيه لأنه مسلم. الشفاعة لها شرطان، الشفاعة الصحيحة لها شرطان. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان وليس كافرا، يكون مؤمن قد ارتكب شيئا من الكبائر دون الشرك ويستحق دخول النار، فيشفع فيه الشافع بإذن الله فيعفو الله عنه ولا يدخله النار. هذه الشفاعة المثبتة الصحيحة. أما الشفاعة المنفية فهي التي تطلب من غير الله كالأموات والأحجار والأشجار، هذه منفية لأن هؤلاء لا يملكون الشفاعة. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فالشفاعة ملك لله تطلب منه سبحانه وتعالى. فالشفاعة الصحيحة ما توفر فيها شرطان، الأول إذن الله للشافع أن يشفع، الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد لكن عنده شيء من المعاصي التي يستحق بها العذاب. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون يعني الملائكة إلا لمن ارتضى وهو المؤمن، أما الذي لا يرتضيه وهو الكافر هذا لا يشفع فيه أحد، لا الملائكة ولا غيرهم. قال سبحانه وتعالى بعدي أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذه فيها الشرطان، الشرط الأول يأذن الله، الشرط الثاني يرضى عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل الإيمان ومن عصاة المؤمنين، هذا هو الذي يقبل الله فيه الشفاعة يوم القيامة. فينبغي معرفة هذا، لأن الشفاعة ظل بسببها كثير من الخلق فصاروا يطلبونها من غير الله، يطلبونها من القبور ومن الأموات ومن الأضرحة ومن الجن ومن الشياطين ومن، هذا حرام ولا يجوز، هذا لا يجوز،
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سمى هذا شركا ونزه نفسه عنه سبحان الله وتعالى عما يشركون. لا تطلب الشفاعة من الأموات ولا من الأضرحة ولا من الأشجار والأحجار، وإنما تطلب من الله، فتقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في نبيك وعبادك الصالحين، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. تطلب من الله، ما تروح للرسول وهو ميت تقف عند قبره تقول يا رسول الله اشفع لي، لا، أو ادعو الله لي، لا، الميت ما يطلب من شيء، إنما يطلب من الله جل وعلا، والله سميع مجيب. لماذا تلتوي وتروح للقبور وتروح لفلان وعلان؟ والله قريب مجيب. ارفع يديك إلى الله جل وعلا في ليل أو نهار فادعو الله بكل ما تريد، ادعو الله الجنة، ادعو الله الرزق، ادعو الله أي ما تريد، اطلب من الله الغني الحميد سبحانه وتعالى. لماذا تلتوي وتروح للمخلوقين وللقبور هذا ضلال والعياذ بالله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كيف تنصرف عن الله تروح إلى غيره؟ هل هذا إلا من عمل بصيرة ومن الجهل بالله عز وجل؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا فيه وصف الله بالعلم الكامل المحيط بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء. يعلم ما بين أيديهم يعني ما مضى في الزمان الأول يعلمه الله جل وعلا، وما خلفهم يعني في المستقبل. فالله يعلم الماضي ويعلم المستقبل، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. انفرد الله جل وعلا بعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الله انفرد بعلم الغيب، فالذي يدعي علم الغيب كافر، لأنه يدعي مشاركة الله بشيء من خصائصه جل وعلا. أو من يدعي أن أحدا يعلم الغيب فهو كافر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولله غيب السماوات والأرض، لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. من في السماوات والأرض كلهم لا يعلمون الغيب إلا الله جل وعلا، هذا من خصائص الله. والغيب ما غاب عنا في الماضي أو في المستقبل، هذا هو الغيب. عالم الغيب والشهادة، الشهادة الشيء الحاضر، والغيب هو الشيء الماضي أو المستقبل لا يعلمه إلا الله. لكن الله جل وعلا يطلع أنبياءه على شيء من علم الغيب من أجل الدلالة على صدق رسالتهم ومن أجل منفعة الخلق. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. الله يطلع نبيه ورسوله على شيء من الغيب، الرسول ما علم هذا من نفسه، وإنما لأن الله أطلعه عليه، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وهنا يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فأطلع عليه أو أحاط به أحدا من خلقه من رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. أما الكهنة والمنجمون والسحرة فهؤلاء كذابون لا يعلمون الغيب، لا، ومن صدقهم صار مثلهم. من صدق الكهنة والمنجمين والسحرة
في علم الغيب فهو كافر، كافر مثلهم، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله أو من أطلعه الله من رسله على شيء من الغيب. الرسول ما يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالرسول ما يعلم الغيب من ذاته، وإنما يعلم شيئا من الغيب أطلعه الله عليه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم قال جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسي، الكرسي مخلوق من المخلوقات، وقد جاء في الحديث أنه موضع القدمين، وهو غير العرش، غير العرش. العرش أعظم من الكرسي، العرش أعظم من الكرسي. وقد جاء في الحديث أن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم، كسبعة دراهم ألقيت في ترس. السماوات والأرض كلها بالنسبة للكرسي مثل سبعة دراهم تلقيها في ترس، يعني في صحن. وش نسبة الدراهم من الصحن؟ نسبة ضئيلة. ولهذا قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، يعني في صحن واسع. والكرسي بالنسبة للعرش كالحلقة في الفلات، كالحلقة، الحلقة الصغيرة تجدعها في فلات من الأرض. وش نسبتها؟ ما نسبتها، ما هي شيء، ضئيلة. فالكرسي على سعته وعظمته بالنسبة للعرش مثل الحلقة في الفلات. لا إله إلا الله. والله جل وعلا فوق العرش، العرش هو أعظم المخلوقات، وهو سقف المخلوقات، سقف المخلوقات. أولا الأرض ثم السماوات، أولا الأرض ثم ما بين السماء والأرض ثم السماوات السبع، السماوات السبع ثم فوق السماوات بحر، البحر المسجور، بحر فوق السماوات، ثم فوق البحر الكرسي، ثم فوق الكرسي العرش، ثم فوق العرش الله رب العالمين سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو جلت عظمته وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان هذا الكرسي فكيف بالعرش؟ العرش أعظم. وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم قال: ولا يؤوده حفظهما. لا يكرثه ولا يثقله سبحانه، ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض ومن فيهن والقيام عليهن، لا يثقل الله جل وعلا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. لو زالتا ما أحد يمسكهما غير الله جل وعلا. ولا يؤوده يعني لا يتعبه ولا يشق عليه حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض ومن فيهن، فهو القائم على خلقه سبحانه وتعالى، يدبره ويرزق ويخلق ويعطي ويمنع. وهذا هذا بالنسبة لله سهل ويسير، لا يشق عليه سبحانه وتعالى. ولا يؤوده حفظهما. ثم قال: وهو العلي العظيم. هذه آخر جملة، آخر جملة من الجمل العشر، إثبات من جمل الإثبات. وهو العلي أي المرتفع على خلقه، العلي فوق مخلوقاته، كما قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. يا إخواننا، شوف تصوير في الحرم، في التصوير في الدور الثاني، هذا حرام ومنكر ولا يجوز. يجب أن يمنع هؤلاء وأن تؤخذ الآلات اللي معهم وتحطم. لا يجوز إقرار المنكر في حرم الله، في المسجد الحرام، ما يجوز هذا. لا يجوز إقرار المنكر في كل مكان، فكيف في حرم الله؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عليكم أن تبلغوا الجهات المسؤولة عن هذا العمل المنكر، ليأخذوا على يد هؤلاء المجرمين الذين ما جاءوا للعبادة وإنما جاءوا للأذى وفعل المنكرات. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وهو العلي، العلي بذاته سبحانه فوق مخلوقاته، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. فالله جل وعلا فوق عباده مستو على عرشه، هذا فيه إثبات العلو لله عز وجل، وهو صفة من صفاته الذاتية الدائمة المستمرة، أنه فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى مستو على عرشه، فله العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. العلو له ثلاثة معاني: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كلها ثابتة لله جل وعلا. العظيم الذي لا أعظم منه، الذي لا أعظم منه، الله أكبر، أي الله أكبر وأعظم وأجل من كل شيء سبحانه وتعالى. فهذه آية عظيمة اشتملت على 10 جمل فيها نفي وفيها إثبات. نفي للنقائص عن الله جل وعلا، وإثبات لصفات الكمال لله عز وجل، ولذلك صارت أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وحق لها ذلك لما تشتمل عليه من هذه المعاني الجليلة. ثم قال سبحانه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه، لا نافية، إكراه، الإكراه هو أن يجبر الشخص على شيء يكرهه، يجبر على شيء يكرهه، هذا الإكراه، الإلجاء والإجبار على شيء لا تريده. الله جل وعلا يقول: لا إكراه في الدين، أي لا أحد يجبر على الدخول في الدين، لا أحد يجبر على الدخول في الإسلام، وإنما يدخل الإنسان برغبته وطواعيته ومحبته، ولا أحد يجبر الناس على أن يسلموا أبدا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أبدا، الهداية بيد الله جل وعلا، ولا أحد يجبر على الدين أبدا، وإنما يدخل الإنسان الدين رغبة منه ومحبة له. إذا كان إنه ما يريد يبقى على كفره، وأمامه النار والعياذ بالله. ولهذا قال: قد تبين الرشد من الغي، ما في خفاء الآن، الرشد هو الحق والغي هو الضلال، تبين الحق من الباطل، ما فيه لبس. الله جل وعلا بين الحق من الباطل بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فلم يترك الخلق ملتبسا عليهم الأمر، بل وضحه لهم جل وعلا. فمن شاء النجاة في الدار الآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة فليؤمن، ومن أراد البقاء على الكفر والضلال فإن أمامه جهنم والنار والعياذ بالله، بئس ما اختار، بئس ما اختار لنفسه. وهذا فيه دليل على أن العباد يسلمون ويؤمنون ويفعلون بإرادتهم ومشيئتهم واختيارهم، لا يجبرون على ذلك. في هذا رد على الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور محرك ليس له اختيار، هذا باطل، بل العبد له مشيئة وله اختيار، يختار الهداية أو يختار الضلالة باختيار، هو اللي يركع ويصلي ويصوم ويتصدق باختياره، وهو الذي يعصي ويزني ويسرق ويقتل باختياره، ما أحد يجبره على ذلك، هو الذي يقدم، ويتعلق الثواب والعقاب بإرادته ومشيئته. أما المجنون وأما الذي ليس عنده عقل ولا تفكير، هذا لا يؤاخذ، إنما يؤاخذ العاقل الذي له اختيار وله تمييز وله معرفة، هذا هو الذي يثاب أو يعاقب على أفعاله. لا إكراه في الدين، وهذا لا يتعارض مع أن الله أمر بالجهاد، لأن الجهاد ليس من أجل الإكراه على الدين، وإنما الجهاد لأجل إزالة الكفر
ومنع الكافر من أن ينشر الكفر في الأرض، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فلا تعارض بين قوله تعالى لا إكراه في الدين وبين الأمر بالجهاد، جهاد الكفار، لأن الكفار لو تركوا بدون جهاد لحاولوا إزالة الإسلام من الأرض وآذوا المسلمين كما هو واقع الآن. لما تعطل الجهاد ماذا ترون من تجرؤ الكفار على المسلمين وعلى الإسلام؟ هذا بسبب ترك الجهاد. فقتالهم ليس لإكراههم على الدين، وإنما لكف شرهم، لكف شرهم عن الدين وأهله. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا يفتنون الناس عن دينهم ويصدون عن سبيل الله، هذا المقصود من الجهاد في سبيل الله. أما دخول الإسلام في القلوب فهذا لا يملكه إلا الله جل وعلا، وهو أعلم بمن يصلح للإسلام ومن لا يصلح، وجل وعلا هو يعلم من يصلح للإسلام ومن لا يصلح. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو إيش؟ وهو أعلم بالمهتدين. الله يضع الأشياء في مواضعها، ولذلك الله حكيم، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. فلا تنافي بين قوله تعالى لا إكراه في الدين وبين الأمر وقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لا تعارض. إنما يدعي المعارضة بينهما الجاهل اللي ما يدري ولا يتدبر ولا يتأمل. قد تبين الرشد وهو الحق من الغي وهو الباطل. بعض المفسرين يمثل فيقول الرشد دين محمد والغي دين أبي جهل، هذا تمثيل. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله، هذا نفي وإثبات. يكفر بالطاغوت هذا النفي لا إله، ويؤمن بالله هذا الإثبات إلا الله. فهذه فيه معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله، كل ما يعبد من دون الله أو يطاع في معصية الله، كل من يعبد من دون الله أو يطاع في معصية الله فهو طاغوت، أو يحكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. هذا هو الطاغوت، مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. ورأس الطواغيت هو الشيطان، وكل أعوان الشيطان من الكفار والجن والإنس كلهم طواغيت، الذين يخدمون الشيطان طواغيت كلهم من الجن والإنس. الطواغيت كثيرون، ولكن رأسهم هو إبليس لعنه الله. فمن يكفر بالطاغوت، يكفر بالطاغوت بمعنى ينفي عبادة غير الله وينكرها، ينكر عبادة غير الله. أما اللي يقول لا أنا ما علي، أنا أبا أعبد الله ولا أنا مشرك، لكن ما علي من المشركين، أنا ما أكفر بدينهم وأقول ذولا أحرار، كل له دينه كل، لا ما يصلح هذا. لازم تتبرى الدين ولا وبرى، لازم توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله. هذا الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. أما اللي الناس عنده سواء يقول أنا ما علي ولا يميز بين مسلم وكافر، هذا لم يكفر بالطاغوت ولم يؤمن بالله. ولهذا قالوا وجاء في الحديث الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ما يكفي أن الإنسان يقول أنا موحد وأنا ما أشرك، لكن والله أنا ما أكفر الناس ولا أقول إن الناس على باطل، أنا ما علي. نقول أنت لم تكفر بالطاغوت، اللي يقول الكلام ذا لم يكفر بالطاغوت. لابد مع إيمانك بالله لابد أن تكفر بالطاغوت وتعتقد بطلان عبادة غير الله وأن الكفار ليسوا على شيء، لازم تعتقد هذا. ولازم أنك تحب أولياء الله وتعادي أعداء الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ولكن يجب أن نعلم أن هناك فرقا بين الولاء والبراء وبين التعامل مع الكفار، التعامل المباح مع الكفار هذا ليس من الموالاة، هذا من تبادل المنافع المباحة، البيع والشراء مع الكفار، استقدامهم للعمل اللي ما يحسنه غيرهم، يجابون لعمل لا يحسنه غيرهم حتى يوجد من المسلمين من يقوم بذلك، لا بأس بذلك، وليس هذا من الولاء والبراء، هذا من تبادل المنافع، البيع والشراء معهم والتجارة واستيراد الأسلحة والمصنوعات، حتى ثيابنا اللي علينا ما مستوردينها منهم، هذا ولاء؟ ما هو ولاء، هذا بيع وشراء، هذا بيع وشراء وتبادل منافع. يغلط بعض الناس فيخلط بين الأمرين، بين الولاء والبراء وبين قطع التعامل مع الكفار. لا يا أخي، التعامل مع الكفار في الأمور المباحة لا بأس، وليس هو من الولاء والبراء. الرسول صلى الله عليه وسلم باع مع اليهود واشترى منهم وعقد الصلح معهم وعقد الصلح مع الكفار في الحديبية، هذا ليس من الولاء لهم، وإنما هو من مصالح المسلمين. يجب الفرق بين هذا وهذا. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، شوف قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأنه لا يصح الإيمان بالله إلا بشرط الكفر بالطاغوت. اللي يقول كله واحد، اللي يبي يعبد الطاغوت واللي يبي يعبد الله كلهم كيفهم، ما علي منهم. يقول لا، أنت لست مسلما، أنت لا توالي في الله ولا تعادي في الله، هم سواء، هذا كافر وذا مسلم، هذا يجب أن تحبه وهذا يجب أن تبغضه، لازم تفرق بين أولياء الله وأعداء الله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، لا يجوز هذا. المحبة لا تجوز للكفار حتى ولو كانوا أقرب الناس إليك، لو كان أباك أو أمك أو أخاك لا تحب وهو كافر، لا تحبه، لكن إنك تعامل معه ما يخالف، تعامل معه. حتى الوالد الكافر أحسن إليه، أحسن إلى والدك ولو كان كافرا، لأن هذا من التعامل الدنيوي. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. تحسن إلى والدك ولو كان كافرا لكن لا تحبه، وإنما تحسن إليه من باب المكافأة فقط والتعامل المباح فقط. أما المحبة في القلب هذه لا تكون إلا لله ولأولياء الله عز وجل. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى ما هي؟ هي لا إله إلا الله، هي العروة الوثقى، هي العروة الوثقى، وهي كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، فهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى وهي كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. لكن لازم تعرف معناها وتعمل بمقتضاها، هي مجرد لفظ يقال باللسان. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أما غيرها فينفصم، الباطل ينفصم وينقطع، تقطعت بهم الأسباب، يوم القيامة تتقطع الأسباب ولا يبقى إلا سبب واحد وهو التقوى وعبادة الله عز وجل. قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، كلمة لا إله إلا الله من حققها قولا وعملا واعتقادا فإنه لا تنفصم أبدا في الدنيا والآخرة، أما من أهملها فهذا ينفصم ما معه ويبقى يوم القيامة في حسرة وفي وبال، من مات على غير التوحيد وعلى غير لا إله إلا الله. ولهذا جاء من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني المحتضرين، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
هذه العروة الوثقى لا انفصام لها. ثم قال والله سميع عليم. لما ذكر هذه الأمور العظيمة في هاتين الآيتين قال والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم ونياتكم ومقاصدكم، ختم الآية بهذين الاسمين والله سميع عليم، من أجل أن تحذروا من مخالفة أوامر الله ونواهيه سبحانه وتعالى، ومن أجل أن تحرصوا على طاعته، فإنه سميع لا يخفى عليه شيء من أقوالكم، عليم بأفعالكم ونياتكم ومقاصدكم، فعليكم أن تراقبوا الله سبحانه وتعالى هذا. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم ولجميع المسلمين معرفة الحق والعمل به والثبات عليه والسلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واردد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره وأدر عليه دائرة السوء وأنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم دمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والمرتدين والمنافقين وسائر الكفرة، اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم.